السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحب أعرفكم بنفسي، أنا اسمي يسرى كامل، وأنا بعمل فيديوهات صغيرة قصيرة كده هوت باللغة الإنجليزية، أحاول أشرك فيها اللي حواليا معايا، حاجة قربتني من ربنا، حاجة حصلت لي أو حصلت لحد حواليا خلتني أقف وأفكر وأشوف إيه حكمة ربنا في اللي حصل دوت. أنا بقالي فترة كتير قوي كل الناس بتطلب مني او ناس كتيره بتطلب مني ان اعمل الفيديوهات دي باللغه العربيه او بالعربي، يعني مش هنقول باللغه العربيه عشان ده مش لغه عربيه خالص. وسبحان الله انا فعلا فكرت من سنتين ان اعمل الموضوع دوت، ويعني غصب عني انا الحمد لله بتكلم كويس قوي لاني انا يعني عشت في مصر خلتني مصريه زي ما بيقولوا كده الى النخاع يعني، بس للاسف بسبب نشاتنا ان احنا يعني طفولتنا جزء كبير منها ما كانش في مصر، فالعربي ما جاش غير يمكن فين في يعني في تانية او ثالثه اعدادي. وطبعا الفضل يرجع لكل مدرسين وبالذات لاستاذ محمد جابر، هو معلمي او مدرس اللغه العربيه بتاعي. وجربت كده من سنتين، عملت فيديو تجريبي وبعدين بعته لاخواتي، وبعدين اخويا قال لي بقول لك ايه، بلاش هتتهري تريقه صح. قلت خلاص بلاش، خليني في الانجليش زي ما انا يعني. ودي مش حاجه على فكره انا بفتخر بيها، بالعكس يعني ده انا شايفه لغتنا دي لغه القران، لغه العزه يعني. وان شاء الله باذن الله يا رب انا نيتي اني هرجع وادرس عربي تاني وابقى قويه في العربي تاني باذن الله، وفي يوم من الايام هعمل فيديوهات باللغه العربيه الفصحى ان شاء الله. المهم من يومين تقريبا بنت خالي طلبت مني يعني او حطت لي كومنت قالت لي يعني انا بحب اتفرج عليكي جدا ونفسي يعني افهم انت بتقولي ايه، يعني ممكن تعملي فيديو مره واحد بالعربي. فانا قررت النهارده، قلت انا هجرب اعمل فيديوهات اللي انا يعني بعملها ديت زي ما بعملها بالانجلش هعملها بالعربي. والله انتفعت بيها خير وبركه، لقيت الموضوع كوميدي يعني خلاص، يبقى انا برضو اخدت ثواب وضحكتكم شويه يعني لو طلعت كلمه كده غلط او كلمه كده، ورزقي ورزقكم على الله. فان شاء الله باذن الله انتظروني قريب هبدا انزل فيديوهات دي، وباذن الله تعرفوني ايه رايكم، هل اكمل بالعربي ولا خليني في الانجليش ولا اعمل الاثنين. خلاص مستنيه اسمع منكم باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.